طاقم الحكام هيكون مكون من محمد معروف حكم ساحه، ومعاه يوسف البساطي واحمد ساهر، ومعاهم احمد العباسي حكم رابع. الاهلي في الكاس هيواجه بني سويف ان شاء الله. الفريق الاول بنادي الاهلي هيواجه بني سويف في منافسات دور 32 او دور 32 من بطوله كاس مصر. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها، خصوصا كمان البطوله الافريقيه مستنينا كلنا على يعني امر من الجمر زي ما بيقولوا. ان شاء الله يوم الجمعه يعمل مباراه كبيره جدا جدا، وقت قليل بين المباراتين، لكن ان شاء الله الاهلي متعود على كده. ما تخافوش خالص على النادي الاهلي، باذن الله باذن الله هم عارفين هم بيعملوا ايه. 4 ايام ان شاء الله تكون كفايه جدا ان هم يستعيدوا اللياقه بتاعتهم، وان شاء الله يورونا يوم الجمعه ماتش من اروع الماتشات باذن الله كمان.